حقيقة لا أظن أن القوى الكبرى يعني خارج القارة الإفريقية لها أي مصالح لتغير هذا الوضع، فربما قوى كالصين وروسيا لها مصالح تكتيكية لجذب القوى الإفريقية لجانبها في المعركة التي تقودها هذه القوى مع الغرب اليوم في أوكرانيا بالنسبة إلى روسيا، أم الحرب التجارية والاقتصادية والتكنولوجية فيما يخص الصين مع الولايات المتحدة. فكما قال ضيفك من الرباط، فالقارة الإفريقية هي بمثابة لقمة في هذه المعركة، وهي أيضا بمثابة يعني هي سلاح في المعركة الدبلوماسية لهذه القوى العظمى. فعلى القارة الإفريقية أن تضع إطارا لنفسها، وأن يعني أن تبرز على الصعيد الدولي كقوة واحدة.